مرحبا بكم، رجعنا لكم وصفة جديدة واتمنى الاشتراك بالقناة. شكرا كثير لكم ويلا على الوصف. زيت من اي نوع توفر؟ 2 معلقة طعام 20 جرام. سكر 1.5 معلقة طعام 25 جرام. ثوم مهروس 1 رأس 35 جرام. طحينة معلقة طعام 20 جرام. صويا معلقة طعام عدد 2 20 جرام. خل التفاح 2 معلقة طعام 20 جرام. معجون الطماطم 4 معلقة طعام 100 جرام. مكعبات المرق 2 20 جرام. نهرسهم منشان ينسجموا مع بعض. إذا في بودرة بكون أفضل. الفلفل الحار هو أنا حطته اختياري، ولكن هو أساسي، ولكن في ناس ما بتاكل الحار، خليناه اختياري ولكن هو أساسي. والملح نفس الشيء، الملح المرق فيه ملح، ولكن هو محتاج ملح حسب الذوق الملح. هيك الصلصة جاهزة. أول وجبة، نضيف ماء، نضيف الماء 2 كوب 400 جرام ماء ساخن يكون. صلصة، صلصة كورية معلقة طعام. ممكن نزود شوية، ممكن نقلل حسب الذوق، لكن هو معلقة طعام. واحد اندومي وجبة او عبوة. طبعا فلفل حار هو اساسي، لكن احنا خلينا اختياري فلفل حار. كل اكل كوري كله حار. البصل أو كراث. الحرارة تكون دائما متوسطة الحرارة، تقريبا بياخد كله من البداية للنهاية 5 دقائق على حرارة متوسطة مثل ما انتو شايفين. هو تقريبا هيك صار مجموع 5 دقائق ونضج. نسكبه ونروح للوجبة الثانية. هم 4 وجبات مختلفين عن بعض. ماء ساخن 2 كوب 400 جرام. صلصة كورية معلقة طعام. وجبة اندومي. فلفل حار اختياري. بصل او كراث. دائما حرارة تكون متوسطة. مجموع من البداية للنهاية 5 دقائق لما يكون الماء ساخن. نضيف الوجبة الثانية عليها بيضة. نكسر بيضة منشان البيض يستوي مع نغلق الوعاء، ولكن هما في كوريا بياكلوه ممكن يكون ني شوية البيض، ولكن احنا ما بنستسيغ يكون ني. بنغلق الوعاء بنتركه قليل منشان يستوي. هيك استوى وجاهز. نروح للوجبة الثالثة. 4 وجبات مختلفين عن بعض. ماء ساخن 2 كوب 400 جرام.
صلصة كورية ومعلقة طعام. سباجيتي 100 جرام. فلفل حار اختياري. بصل أخضر بنفرمه. وهيك المكونات كلها جاهزة تقريبا 5 دقائق المدة كلها. هيك جاهزة. الوجبة الرابعة حليب 2 كوب. صلصة كورية معلقة طعام. نحرك دائما النار تكون متوسطة. نحرك قليل. نضيف وجبة الاندومي. فلفل حار وبصل. هيك المكونات جاهزة. حرارة متوسطة دائما 5 دقائق تقريبا من البداية للنهاية. هيك أصبحت جاهزة. كتير طعمهم مختلف. أتمنى أنو تجربوه. في أمان الله. تزرونا بوصفة جديدة. شكرا كتير لكم. أتمنى الاشتراك بالقناة. إذا أعجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.